هنعمل مخلل الثوم بالطريقه الايرانيه. عايزه اقول لكم المخلل ده ظريف جدا وحلو كده، والثوم طالع طري كده وشكله حلو. ده مثلا برطمان الثوم ده بقى له 3 ايام انا عاملاه، هقول لكم بيتعمل ازاي. نجيب بس كده ايه، 2 كزرله وهنا ميه مغليه هنحط بس ايه شويه صغيرين هنا. طيب هنجيب بقى التوم كده، راس توم كده، وهنخرمها بالخله بالطريقه دي. بصوا بصوا انا بعمل ايه، بصوا اهو، وهحطها في ميه سخنه نخرم كده بالطريقه دي. اخر واحده واحطها تغلي على النار 3 دقايق. هنا هنحط دي الكبابه وده السكر اهو، السكر سكر كبابه ورق لوري فلفل اسود وبابريكا خلاص وجنزبيل وحبة كده من حبة البركة، وكل ده هنخلطه على النار. هنجيب بقى برطمان ونحط فيه الثوم كده، ودي كمان تمام هنحطها كده. مش عايزة الورق اللوري ولا اي حاجة من الحاجات دي. نحط بقى هنا الخل وحبة البركة، جنزبيل، عصير الليمون، دبس الرمان. بصوا انا هكمل البرطمان ده عشان هكمله كله توم، عشان هو لازم يبقى مكبوس. اهو ونقفله ونبتدي ان احنا نستخدمه بعد 3 ايام. تعالوا بقى اوريكم اللي انا اصلا عاملاه. انا عاملاه بقالي 3 ايام. بصوا عاملاه بالظبط من اول امبارح بالليل، يعني انا حاسه ان هو عايز يوم كمان. انا هسيبه هنا والاسبوع الجاي هوريكم بقى عامل ازاي. خلاص هحطه كده.